تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وبيراميدز في شوط اول، انحصر في معظم اللعب او في اغلب فتراته في وسط الملعب، ولم تتاح الا فرصتين بس لمحمود كهربا في الدقيقه 28 براسه وفي الدقيقه 42 برجله. كابتن اسامه، الحذر كان مسيطر على اداء الفريقين في الشوط الاول. يعني هي الكلمه اللي اتقال على الشوط الاولاني الحذر. حذر كبير جدا من الفرقتين، يعني مفيش مخاطرة كبيرة بالذات من لعيبة الأطراف. لما تيجي تتكلم على بيرسيتاو، على حسين الشحات، على هاني ومعلول اللي هم اللي بيزودوا، يمكن معلول في الدقيقة 42 أول كرة اللي عملها مع الشحات لكهربا، بس كهربا اتزحلق فخدها وهو بيقع فوق العارضة، وبعديها هاني في آخر الشوط برضو عدى بواحدة ناحية اليمين بس استعجل وعملها في إيد أحمد الشناوي. الاطراف متعطله، بنلعب مستحوذين، احنا الاهلي مستحوذ واخطر نسبيا في الكورتين اللي جوله الكهرباء دولت، ولكن الحذر واضح. وطبعا فرقه بيراميدز كمان بتلعب بحذر اكبر من الاهلي، يعني ما بيلعبوش براس حربه صريح. واضح ان مصطفى فتحي غيابه ناحيه اليمين عمل لهم قلق، فاضطر يحط الشيبي قدام احمد توفيق. صح، يعني ما بيعملوش اي شغل هجومي، هم بس واقفين عشان يعطلوا علي معلول وحسين الشحات. هي متعطله لكن هم ما بيعملوش اي تاثير. الناحيه الثانيه برضو نفس الشيء، محمد حمدي ورمضان صبحي، هاني قافل كويس على رمضان صبحي، محمد حمدي ما فيش تكمله كبيره، عبد الله السعيد بيحاول لكن كل فين وفين، فما فيش خطوره للبيراميدز تقريبا طوال ال 45 دقيقه. هم بيلعبوا بتحفظ كبير، والنادي الاهلي لابد انه يسرع اداؤه شويه، والاطراف لازم تشتغل اكتر من كده، يعني لازم يبقى في حركه. ولما المواقف اللي هي بتروح واحد ضد واحد وكده زي اللي بيرسيتاو او حسين الشحات، لازم يبقى في جرأه ان يعدي ويعمل خطوره. نفس الشيء برضو يبقى زياده شويه من علي معلول وهاني. برضو نص الملعب يعني حمدي وعمرو سوليه برضو الاداء مش واضح، يعني حتى مروان برضو بيحاول طبعا لكن هو قدام الديفنس مفيش خطوره علينا. مروان اداؤه دفاعي طبعا. مفيش يعني حاجه واضحه، لكن الخماسي الامامي الحركه لازم تبقى اسرع من كده، نقل الكره يبقى لازم اسرع من كده. نتمنى ان شاء الله الشوط الثاني يبقى افضل، النادي الاهلي يمشي على نفس اداؤه بس باسرع شويه وبخطوره شويه، يعني لازم يبقى فيه مجازفه شويه في الهجوم بس كده. كابتن عادل، الشوط غلب عليه الاداء الدفاعي والحرص وخصوصا من جانب فريق بيراميدز، ولكن الاهلي كان الافضل. وكان عندك فرص كتير، فرصتين تقريبا، على ان المباراه دي مباراه الفرصه الواحده. لو كان النادي الاهلي جاب هدف او اتنين كان اتغير بلان بيراميدز خالص، وكان هجمك وكان هيبقى عنده مساحات اكتر من كده كتير. انت عندك مشكله حقيقيه في الحته بتاعه السرد باكين بتوع بيراميدز، عندهم بطء، لكن انت لازم تستغل لو خدت الكور الاماميه اللي جايين من الخلف هتروح تخترق، دي مشكلتك انت انك ما بتعملهاش. الحاجه الثانيه الاطراف بتاعتك ما بتشتغلش كويس لانهم هم ضاغطين عليها، هم قافلين عليها، هم ضاغطين عليها، جابت علي معلول، هم ضاغطين عليها من بدري، هم مفضلين انه يقفل المفاتيح ما يشتغلوش، ما يعملوش في مفاتيح. الخوف في الشوط الثاني ان هم اللي يشتغلوا بقى بمفاتيحهم. يمكن اصابه عبد الله السعيد مصلحه لبيراميدز اكتر من ان مصلحه للاهلي، يعني ممكن ينزل راس حربه ثابت، وهي دي مشكله بيراميدز الحقيقيه انه بيلعب بدون راس حربه. لو بيلعب براس حربه هيتعبنا اكتر، هيبقى فيه شغل ازيد، لكن هو سلم لك نص الملعب، سلم لك الحته الهجوميه بتاعته، ما عندوش اي انياب حتى خالص، ما كانش في دور هجومي للترفيه ولا خالص. اي حاجه تذكر. عشان كده انا بقول ان النادي الاهلي لو كان استغل فرصه او اتنين بالذات كره كهربا اللي لعبها بدماغه وبرجله. الحاجه الثانيه المهمه انك انت حمدي فتحي وعمرو السوليه الاثنين بيعملوا وظيفه واحده في وقت واحد، اتمنى ان هم ما يندفعوش للامام بدري، يندفعوا بالذات حمدي فتحي يندفع مع الكوره، ياخد اختراق ما بين كهربا وما بين السردباكين احمد سالم سالم و احمد سامي احمد سامي واسامه، لو خد في الوسط منهم اللي هياخد حمدي فتحي وليس كهربا، لان هم ماسكين كهربا، فكهربا ممكن يفتح اللي جاي من تحت. اللي جاي من تحت هو الاخطر، لو اتعملت دي توريما بيجيش مع اللي بيكمل. الحاجه الثانيه المهمه، مش لازم انك انت تهاجم
بالباكين، انت تهاجم بالطرفين. علشان كده بقول انه لما يحصل حاجه زي دي حسين الشحات ما يرجعش كتير، و وبيرسي تاو ما يرجعش كتير. ليه؟ لان هم حاطين مفاتيح على الاثنين اللي ورا عشان ما يهاجموش. ولكن الشوط الثاني اتمنى من النادي الاهلي الضغط عالي قوي، وممكن يخلص المباراه في اول 5 دقائق ان شاء الله. كابتن بلال، النادي الاهلي كان هو الافضل نسبيا الشوط الاول، وتقريبا يعني ما كانش في رد فعل من بيراميدز. الاهلي محتاج ايه عشان يسجل؟ الاهلي الافضل ليه يا كابتن الشوط الاول تحديدا، لانك انت منظم بشكل جيد جدا في الحته الدفاعيه، مستغل ان بيراميدز بيلعبوا 11 لعيب ولكنهم ناقصين لعيب اسمه عبد الله السعيد في نص الملعب، فانت بتادي بشكل جيد بناء على الخصم اللي موجود عندك، هم زحمين نص ملعب كويس. لكن انا الحقيقه في الشوط الاول بحيي علي معلول، بحيي محمد هاني، قايمين بدور دفاعي بشكل قوي جدا جدا جدا، وقايمين كمان بدور هجومي فعال. محمد هاني يمكن واحد او اثنين اشتغلهم في الشوط الاول، وعلي معلول برده راح مرتين ثلاثه من ناحيه الشمال، عاملين شغل هجومي ودفاعي في قدر المباراه. كابتن ايمن، المباراه برده مش مفتوحه، المباراه مقفوله، يعني بيراميدز كمان ما بيهاجمش بشكل جيد، ما بيستحوذش، ما بيحاول هو كمان يلعب، يعتمد على الكرات الطوليه، بيحاول يعتمد على قوه رمضان صبحي وسرعه ابراهيم عادل، لكن انت محجم ده بشكل كويس جدا. يعني انت الشوط الاول مفيش اي خطوره على فرقه النادي الاهلي، ده معناه ان انت التمركز بتاعك جيد، التغطيه والرقابه بتاعتك جيده جدا جدا، حاطط الاثنين المفاتيح الاساسيه بالنسبه لبيراميدز بحطتهم قدام عينيك، تمام، مش مديهم فرصه، ومش مش مديهم لا مساحه ولا مديهم زمن يشتغلوا ويتحركوا فيه. عشان كده واضح جدا جدا في الشوط الاول ان النادي الاهلي افضل في كل شيء، افضل في الحاله الدفاعيه، وكمان افضل في الحته الهجوميه، بنضغط في نص ملعب بشكل جيد. احنا ينقصنا بس الثلاثي بتاع نص ملعب، ان احنا نبتدي نمسك كوره ونتحرك في الحته اللي قدام، نبتدي نتحرك مع بعض، يعني عمرو السوليه يبتدي يشتغل، مروان عطيه، حمدي فتحي يبتدي يلعب كوره لقدام ببساطه، نبتدي نظهر لمحمد هاني، نظهر لعلي معلول، عايزين نمسك كوره في الشوط الاول. هم خلاص واضح من الرؤيه ان باتشيكو خايف الان، يعني يكاد يكون مرعوب الشوط الاول، يلعب بتحفظ شديد جدا 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 جدا، بيلعب بثلاثه فلات في نص ملعب، مش مدي ولا واحد فيهم اي مهام هجوميه يشتغل كبلاي ميكر، تمام، سايب الحته دي لعبد الله السعيد على حساب مكان رقم 9. عشان كده انت دايما في الحته الدفاعيه انت متفوق، لان انت بتلعب في الحته اللي ورا 4-2، 4 على رمضان صبحي وعلى ابراهيم عادل. خروج عبد الله السعيد ونزول راس حربة اساسي يقلقنا، يعدل الكفه البيراميدز، ما يقلقكش بس يعدل الكفه البيراميدز شويه، هيخلي عنده واحد تمام بيخبط شويه مع الاثنين المدافعين عندك. يعني انت الكرات الطوليه كلها بتاعتك، انت ما فيش واحده كوره طويله او كوره عاليه انت بتاخدهاش، لان انت دايما الاثنين السنتر باكس بتوعك مستريحين، لان عبد الله السعيد بيجي من تحت. انت الفكره كلها ترجمه الاهداف، زي ما الكباتن اتكلمنا واتكلمنا في بدايه الاستوديو، المباريات دي يا جماعه مباراه الفرصه الواحد، صح، مباراه النص فرصه مش الفرصه كمان، في ماتشات بتحكم عليك ان انت لما يجي لك نص فرصه انك تستغل المهارات الفرديه بتاعتك وتسجل. لكن انت قدام خط دفاع يكاد يكون خط دفاع يعني قليل شويه، بتعرف تتحرك من على الاطراف، هم كمان عندهم مشكله جدا في التمركز والرؤيه. يعني انت النهارده لما بتيجي تتحرك، علي معلول لما بيتحرك من ورا المدافعين دايما بيروح لوحده، محمد هاني لما بيجي متقدم بيروح لوحده، عمل كورتين حلوين قوي، معلول عمل كورتين كويسين جدا، لو قدرنا نستغل العرضيات دي بشكل كويس اعتقد الاهلي ان شاء الله هيسجل الشوط الثاني. كابتن اسامه، الشوط الاول المتوقع وكان مقفول خصوصا من بيراميدز، ولكن الشوط الثاني كيف سيفكر مستر كولر؟ الشوط الاول مقفول وخاصه من بيراميدز، احنا كلنا توقعنا ان الباك رايت بتاع بيراميدز هيبقى محمد الشيب، وقلنا احمد توفيق يبقى في نص الملعب، وعمل العكس. التغييره اللي حصلت حط احمد توفيق علشان يامن خطوط دفاعه بشكل اكبر، وعمل جبهه في المنطقه ناحيه اليمين عشان عارف خطوره الاهلي ناحيه علي معلول مع حسين الشحات، وعمل جبهه عشان يقفل خط او مفتاح الهجومي المهم للنادي الاهلي. الرباعي الخلفي ماشيين بشكل كويس في ناحية الدفاعية، محمد عبد المنعم، كرامي ربيعة قبل ما يخرج، بعد كده ياسر ابراهيم، هاني، علي معلول، وقدامهم مروان عطية، زاد حسين الشحات. اللي احنا محتاجينه الشوط الثاني هدوء شوية في نص الملعب، لما الكرة تبقى معانا في استعجال وسرعة وصربعة، اول ما السلاب يستلم الكرة عايز يعمل طويل لبيرسي تاو كهربا، اول ما حمدي فتحي بيستلم الكرة عايز يعمل طويل، حتى مروان عطية عايز يعمل الطويل، فلازم نهدى شويه، لازم نعمل عمليه الاستحواذ ده في نص الملعب. تعليمات مدرب دي اللي كان بيعملها محمد مجدي قفشه، بيديك التقل والاستحواذ وتدوير الكوره والهدوء، ان لما تبدا تظهر ثغره تبدا تشتغل فيها كوي. زي الهجمه بتاعت حسين الشحات، عمل جمله ناحيه الشمال مع علي معلول،
دخل بيها، استنى علي معلول لما طلع حطها له في الوقت المناسب لما رجعها لمحمود كهربا. النادي الاهلي ظهرت له فرصتين مهمين جدا في الشوط الاولاني، فرصه محمود كهربا الكره اللي بالدماغ اللي عملها حسين شحات، والكره الثانيه اللي عملها له علي معلول لتحت وهو بيشوط صدره لورا، لازم صدره يبقى لقدام عشان يقدر يركنها ببطن رجله او وش رجله في الزاويه البعيده. النادي الاهلي اخطر، محتاجين بس النادي الاهلي يركز في الفرص اللي هتتاح ليه، هتظهر فرص للنادي الاهلي اكيد مليون في الميه ان شاء الله الشوط الثاني، محتاجين نركز فيها. زاد محتاج هدوء في نص الملعب في عمليه الاستحواذ، مش عايز افقد الكره بسرعه. لما بدايه من الدقيقه 30 النادي الاهلي لدقيقه 45 بدا يحصل عمليه الهدوء والاستحواذ، بدات تظهر فرص خطر. شفنا محمد هاني في واحده ناحيه اليمين راح لو رفع عينيه على البعيده بس لحسين الشحات كان ممكن يبقى فيها خطوره، وحب يحطها على الاولى، كان لازم في الوقت ده بيرسي تاو ومحمد شريف والناحيه البعيده كان حسين الشحات. علي معلول لما عمل الكره لمحمود كهربا، اهم حاجه في المباريات اللي زي دي برضو احنا الشوط الثاني المباراه بتقرب على نهايتها، في الشوط الثاني لازم النواحي الدفاعيه محمد طبعا. الشناوي في الخط الدفاعي لازم نركز، مروان عطيه عامل مباراه هايله جدا في خط وسط دفاعيا ان هي دي خطوره بيراميدز في الحته اللي في القلب دي قدام المساكين، سواء عبد الله السعيد سواء ابراهيم عادل سواء رمضان صبحي لو دخل جوه هو منع الخطوره في المنطقه دي. شفنا عبد الله السعيد في الكره اللي زاد فيها وكان راح ممكن يسدد لما اتزحلق وطلعها في الاخر وما فيش فاول كمان يعني بالزبط. مروان عطيه ماشي بشكل كويس، هو بس محتاج عمرو السوليه بخبرته بهدوء محمد فتحي ازاي اعمل الاستحواذ. محمود كهربا ما ينفعش كل كوره عايز اخد في مساحه وطويل، هتبقى الافضليه لاسامه جلال واحمد سامي اتنين طوال جايب المواجهه يطلع بدماغه بالسهوله، في وقت لازم انزل استلم في رجلي احجز اطلع بيرسي تاو. بيرسي تاو انا محتاج مجهود اكتر يعني بالزبط. المباريات اللي فاتت هايل، النهارده لسه الشوط الاولاني مش بيرسي تاو اللي احنا يعني معتادين عليه، الشوط الثاني اتمنى ان شاء الله يزود المجهود ويضاعف الجهد بتاعه، ان بيرسي تاو لو فاق هيعمل لك جبهه خطره زي حسين الشحات الناحيه الثانيه بالظبط. صحيح. الشوط الثاني يا كابتن اسامه نفس الاسلوب هيلعب بيه بيراميدز زي ما لعب الشوط الاول ولا هيبقى في تغيير في اسلوب اللعب؟ لا مش هيغير اسلوب لعب، هيلعب بنفس الطريقه. طالما النتيجه ماشيه 0-0 هيلعب بنفس الاسلوب هو بس ولا هيغير دلوقتي الا لو عبد الله السعيد الاصابه يعني مش هيقدر يكمل مباراه، هيعمل حاجه من اثنين، يا يعني هينزل اسلام عيسى ويدخل ابراهيم عادل كراس حربة، مش هيلعب راس حربة، انا بقول كده انا متوقع او الحاجه الثانيه اللي انت بتقول عليها اللي يلعب راس حربة ممكن ينزل فخر الدين بن يوسف، لكن ممكن برضو يلعب بنفس الاسلوب ويكمل كده لغايه لما يخطف واحده، هو واضح انه بيلعب معتمد على واحده، هو يعني النهارده هو مش مجازف خالص، هو بيلعب على واحده. اي بالظبط. فاعتقد الفرقتين مش هيبقى يحصل تغيير في البدايه باستثناء قلنا لو عبد الله السعيد مصاب يعني. سريعا كابتن عادل، ممكن الشوط الثاني يشهد اهداف؟ اتمنى يبقى في تغيير لديانج وقفشه الاثنين ينزلوا ويطلع عمرو السوليه وحمدي فتحي الاثنين ويلعب بمروان وديانج اثنين ديفندرات وقدامهم قفشه ويبقى حسين على الطرف الشمال ويتاو على الطرف اليمين وكهربا والاربعه اللي في القلب معلول ياسر منعم هاني. ان شاء الله لو عمل الطريقه دي اقدر اقول لك هنستحوذ عليهم اكتر، لان انت هيبقى في بقى تمركز جيد في المراكز وهنبقى افضل كتير قوي، لان حته نقل الكره هي اللي فيها مشكله شويه في وسط الملعب. كابتن بلال سريع عن الشوط الثاني، في تغييرات من البدايه؟ لا ما اعتقدش، الاهلي ماشي بشكل جيد في اطار الاداء والتكتل الدفاعي بيلعب بيه فرقه بيراميدز، فما اعتقدش ان الاهلي ممكن في بدايه اللقاء يبقى في تغييرات. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.